الدكتور محمد مختار جمعة، طالب باستصدار تشريع دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد الأقليات الإسلامية والمسلمين في كل بقاع العالم. كمان التشريع ده طالب ان هو يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين. وزير الأوقاف قال ده في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي عقد في محافظة أسوان، إن ما يطلق عليه بالإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام بيساهم في دعم الفكر المتطرف، وإن الأمر بيحتاج للتأكيد على عدم ربط الإرهاب بالإسلام. وزير الأوقاف كمان أضاف إن اللي بتقوم بيه الجماعات المتطرفة من تشويه صورة الإسلام من عنف وتفجير وترويع للآمنين ده لا يمت للإسلام بأي صلة. محتاجين ده بشكل كبير للغاية في الفترة اللي جاية، محتاجين الأزهر الشريف، محتاجين وزارة الأوقاف، محتاجين دار الإفتاء المصرية، كل المؤسسات الدينية اللي موجودة في القطر المصري، بالإضافة طبعا للأقطار العربية، إنها تتكلم بشكل واضح وإنها تخاطب المؤسسات الدولية بخصوص صورة الإسلام، وإن الأفكار المتطرفة اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي واللي بيتم دعمها من تنظيم داعش المتطرف أو بوكو حرام في نيجيريا أو هنا أو هنا أو جبهة النصرة التابعة للقاعدة في سوريا أو حتى تنظيم القاعدة نفسه، كل الأفكار المتطرفة لا تمت للإسلام بأي صلة. عايزين توضيح صورة الدين الحنيف بشكل معتدل بالتأكيد، علشان ده بيسيء لينا كمسلمين وكعرب على المستوى الدولي. طيب نروح ل